جميله طبعا. يعني اديت فتره مع نادي الانتاج، انا راضي فيها على اللي قدمته انا والجهاز الفني واللاعبين حتى في الفتره الاخيره، وبشكر اللاعبين. ويعني الحمد لله تجميع البناط اللي كان معناها الدور الثاني، لو كان عندنا زيها الدور الاولاني كنا بقينا في المربع الذهبي، لكن قدر الله ما شاء فعل ونعم بالله، وحاولنا واجتهدنا والحمد لله. يعني كان نفسي ان الانتاج الحربي يبقى، ويمكن ده يعني السر طبعا، او الهبوط بتاعنا كان في المباراه بتاعت امس بتاعت الاتحاد السكندري، واحنا كنا متقدمين. واحكي لك الموقف بالظبط يا هاني. ايوه اتفضل. احنا جالنا ضربه جزاء، مصطفى البدري في كوره الناحيه الثانيه لقيناه وقع على الارض، انا ما خدتش بالي من اللعبه خالص. فلقيت مصطفى واقع ما بيتحركش عند الخط، ومصطفى من نوعيه اللعيبه مصطفى البدري اللي هو ما بيقعش الا لما يكون مصاب بجلد. فالحكم الرابع كان ناحيتي، قلت له يا كابتن بدال مصطفى وقع في الارض كده يا كابتن، يبقى في حاجه. انا عارفه وعارف اللعيب بتاعي ما بيقع، في لعيب بيقع في اي لمسه وفي لعيب ما بيقعش بسهوله. فقال لي يا كابتن هو هيشيك عليها، قلت له طيب ماشي. فالمهم يشيك عليها، انا ادهوله في الفار للكابتن عدوي، قالوا له الكوره فيها، تعالى بص. الشاشه بتاعت الفار فين؟ في ظهري، في المنطقه الفنيه عندي السكه بتاعتي. فانا واقف من مكاني، فلما شفتها من بعيد من مكاني وضح الكوع والكلام ده، فقلت والله العظيم الكوره بيلي، قسما بالله الكوره بيلي. مين كان موجود في عنده هجوم من الدكه الناحيه الثانيه؟ دكه نادي الاتحاد بالكامل. ومش عايز اقول لك بقى ايه الضغط اللي اتعمل وايه الحاجات اللي اتعملت، ضغط 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 وزعيق وحاجات والفاظ انا مش عايز اقولها. عملوا ايه؟ عملوا حاجات مش عايز تقولها؟ الفاظ. ده طوال المباراه. ده الجهاز الفني للاتحاد السكندري تقصد؟ دكه الاتحاد بدون ذكر اسماء يعني. فطبعا لقيت الحكم بيلف وهياخد القرار، وهم بيقولوا ما فيهاش حاجه وبيتخانقوا وبتاع وكلام، فانا بقول والله العظيم الكوره بيلي. لقيته راح مطلع انذار ومدهوني وراح حاسب بيلي. طب لو هي حقي وانا بقول والله بيلي، ايه اللي فيها؟ انت ما قلتش غير والله بيلين؟ بس قلت والله العظيم اقسم بالله الكوره بيلين اهي باينه، لان الشاشه قدامي. أيوه. في ظهري. تمام مفهوم. ناحيه المنطقه الفنيه بتاعتي. بس اداني انذار، سكت، قلت له والله بيلين بس. بس. تمام. والله العظيم قلت له كده، والله العظيم الكوره بيلين، قسما بالله الكوره بيلين. تمام. فهو وهو كمان كان خلاص خد القرار، فكابتن عدوي راح مديني انذار. انا جوه نفسي قلت يمكن بيهدي، بس انا ما اتكلمتش. طب الناس الثانيه اللي بتعترض وبتصوت مش كويس. مش كويس ده يعني في شتيمه؟ نعم؟ مش كويس ده يعني في شتيمه؟ كابتن هاني قسما بالله العظيم شتيمه بالام وسب دين طوال المباراه. وفي حاجه اتقالت ان هو الظاهر كان حكم لهم ماتش قبل كده وقالوا له الكره اللي بالايد يا ابني دي، مش عايز اقول الفاظ غريبه. لا طبعا انا مش انا اللي سمعتها. مفهوم. انا ممكن تكلم رئيس النادي عندي، ده راجل كابتن اللواء. انت عارف شخصه وعارف طبعه. اساله يعني. الاستاد كله سامع. بما فيهم الحكم الرابع وكله سامع. بما فيهم الحكم فهيم عمر قاعد قدام. كابتن فهيم مراقب الحكام. طبعا يعني كابتن فهيم عمر كان قاعد يعني. ايه ده، الاستاد كله سامع. طبعا وضاغطين ضاغطين، ولقينا حاجات من الناحيه الثانيه. وابص الاقي الكابتن عدوي ويجي لي بعد ما جبنا الجون. ايوه. ولقينا فاولات وكل حاجه علينا 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 علينا، ضغط علينا بطريقه يعني. يا كابتن في ايه يا كابتن؟ الكوره فاول لينا يا كابتن يا كابتن. طبعا حاجات دي الضغط والفاولات دي بتاثر وانا فرقه بتنزل. فلقيته جه في كوره، انا بكلم اللعيبه، راح جاي جاري الكوره فين الولد اللي ورا الجون. يا كابتن الكوره شغاله غلط، انا هطلعك بره لو الولد ده ما رماش الكوره. كوره ايه يا كابتن؟ بتتكلم على ايه؟ قال لي الولد اللي ورا الجون اللي هو بيلم الكور. وانا عامل ولا دي مسؤوليتي؟ فطبعا يعني ثواني، يعني كوره ورا الجول، الولد اتاخر في انه يحدفها، فالحكم جالك انت يا كابتن كشري؟ ولا يعني والجيم لسه بدري الشوط الاولاني. فقلت له يا كابتن وانا مالي بالكلام ده يا كابتن؟ انت بتكلمني انا ليه؟ فين الاداري؟ وراح طق مطلع انذار للاداري. ماشي. جينا الماتش مشي والكلام ده. الشوط الثاني جه الهدف بتاعهم، انا مش عايز اقول لك بقى طوال الشوط في ايه. تقدر تسال الناس اللي كانوا في الاستاد، تسال رئيس النادي على السب والشتايم من الناحيه الثانيه اللي على مرمى ومسمع الجميع. تمام. ليه الجميع طوال المباراه طوال المباراه، ولدرجه ان حصل ورانا خناقه اشتبكت الدكه بتاعه الاتحاد مع ناس في المدرج وشتيمه، وكانوا بيمسكوا حاجه عايزين يحذفوها وبتاع. الحكم الرابع وهو شاب صغير انا ما اعرفوش. الحكم الرابع قال له في ورايا خناقه وفي كذا كذا كذا، راح باصص له كده بما معناه طنش.
بما معناه طنش دي اللي هي عامله ازاي البصه دي؟ اللي هو يعني ما راح ما ولا راح ولا اتكلم ولا بص لهم ولا اي حاجه، رغم ان هم الخناقه ورايا في أيه. عندنا مفهوم السكه الثانيه هناك الكلام ده، وكان في مراقب الله اعلم بقى انا مش عارف كل واحد يعني اللي يرضي ضميره يعمل. فانا واقف جه الدقيقه 86 الهدف بتاعهم كان في اكتر من كوره علينا فاول لينا ما بتتحسبش، وكوره ليهم لاي عكسي ضغطنا، فالكرة دي جايه لامادو راح حصل فاول مع امادو جامد، فالكرة كملت وراحت معموله كده بالعرض راحت داخله جول، فكل الدكه عندنا كل اللعيبه كلهم يا كابتن الكوره فاول وبتاع، لقيته راح جاي مطلع الاحمر ومديهولي. احمر مباشر مش انذار تاني. يعني انا ايه؟ احمر مباشر مش انذار تاني. احمر مباشر راح مديني احمر، قلت له حرام عليك ده كده ظلم، كده ظلم حرام عليك، طب شوفها في الفار هم الناس اللي بتعترض بس، ورحت واخد بعضي ومشي. تمام ده بعد المباراه القرار انت سالت دخلت الاوضه طلعت المدرج قلت له ده كده ظلم ولا انت ظالم؟ قلت له كده ظلمه وانت ظالم. انا هي مفهوم تمام يعني هي طبعا بتختلف في يعني تقييمهم لكن مفهوم تمام. قلت له شوفها طردني، قلت له حرام عليك كده ايه كده ظلم. رحت واخد بعضي وخارج على المدرج كملت المباراه. بعد المباراه هو جاي وخرج، وطبعا النتيجه دي تهبط النادي وحسينا ان مجهودنا راح وما رجعش للفار ولا شافها، رغم انها اتحسبت قبل كده على النادي الاهلي بتاع ديانج زيها بالظبط. طب شوفها يا ريت تجيبوها يعني بعد اذنك، يا ريت. انا طبعا مش من حقنا نذيعها لكن مفهوم طبعا. طب السؤال، هل بعد المباراه حصل نقاش تاني بينك وبين الكابتن؟ وانا في الاوضه هو جاي بصراحه قلت له انت ظالم، قلت له انت ظالم بس قلتها له كررتها له اربع مرات بس. هل لانه التقرير، خليني اقول لك التقرير كان مكتوب فيه النهارده، مكتوب فيه انك وصفته بالمرتشي وانك سببت يعني خرجت عن النص بالفاظ خارجه بحسب التقرير اللي كان مكتوب النهارده. لما التقرير ممكن يقول اي حاجه يعني مرتشي طب مين؟ انا قلت له انت مرتشي قسما بالله ما قلتها. ماشي كمل يعني كمل. طيب هو ده اللي كان مكتوب يعني، وبناء عليه تم ايقافك تمام ماتشات، يعني شفت ازاي القرار تمام ماتشات يا كابتن؟ بص يا هاني، انت دلوقتي بتقول القرار بيقول ان انا قلت له مرتشي، قسما بالله الكلام ده ما حصل، ولا قلت له انت مرتشي ولا شاورت له بفلوس ولا الكلام الهقص ده. طب انا من شويه برضو الاعلام ابراهيم فايق بيكلمني بيقول لي ده بيقول لي ان انت ثبت له. وشويه واحد بيقول لي ايه ده؟ هو يا كام قصه؟ والله يا هاني هم قالوا الاثنين، موضوع انك وصفته بالمرتشي وانك وجهت له سباب خارج يعني. لا طيب. انا وهو خارج انا رحت عليه وقلت له يا ظالم كده انت ظالم كده يا ظالم بس. طيب ايه موقف اداره الانتاج الحربي بعد تلقي القرار؟ لا موقف رئيس النادي كان في الاستاد. رئيس النادي يعني بصراحه الراجل مش مصدق، قال ايه ده بقى طوال المباراه سامعين شتيمه الدكه الثانيه بالفاظ خارجه والمراقب قاعد والدنيا وما باخدش معاهم قرار ويعمل معاك كده واحنا ما شفناش اي حاجه حصلت منك في الملعب. والراجل طبعا زعلان، تقدر تكلمه هل في خطوه او في رد على الاتحاد؟ طبعا يعني اكيد هنكلم يعني اتحاد الكوره والمسؤولين عندنا هنشوفوا الموضوع ايه. طيب بص يا هاني، انا بحترم الحكام وبحترم المنظومه الرياضيه، وعمري في حياتي ما تطولت ولا اتكلمت على حد، لكن الموقف بتاعنا مع اللي عمله الكابتن عدو في المباراه لا يعني، لما حكم يجي يقول لي انا هطردك حتى لو القانون بيقول لك كده، طب ما تيجي كلمني قول لي يا كابتن كشري في حد ورا الجول مش موجود، رغم ان النهارده كام كوره بتتحط في الملعب يا كابتن؟ 15 كوره. مظبوط. يعني خلاص ايام زمان لما كنا بنلعب بكورتين وثلاثه اتلغى الكلام ده. طب ما من اول الماتش محمد صبحي عمال يضيع وقت كذا مره نكلمه ولا كلمه خالص. طب احنا ليه لما جبنا الجون الماتش اتقلب بقى كل القرارات في صالحنا؟ ليه يعني انت مش ماشي كده طوال المباراه، لما احنا جبنا الجون او لما قصدي الاتحاد جاب الجون بقى كل القرارات اللي فيها وما فيهاش بتديها لنا. طب هو انت مش ماشي بالمستوى ده ليه طوال المباراه؟ مفهوم. يعني كده انت شعرت بحاجه ولا انت بترضي خلاص اخر دقيقتين؟ مفهوم. ما برضه هاني احنا تعبانين، انا تعبت والنادي تعبان، انزل ماشي، لو ده حقنا ان احنا ننزل ماشي، لكن انا عندي فرصه وكنت اكسب امبارح كان لسه هيبقى في فرصه ثانيه للبقاء. مظبوط. طب ايه موقفك يا كابتن كوشري؟ انا بحترم المنظومه والكابتن احمد مجاهد، عارف انه جاي في ظروف صعبه وعارف الراجل بيشتغل ويعني وعامل مجهود، لكن انا بتكلم على موقف زي ده بالتحكيم. ينفع حكم واقف مدربين او دكه بتشتمه طوال المباراه بالفاظ وتطرد المدرب الثاني اللي ما تكلمكش عشان بيقول لك شوف الكوره؟ ما برضه ده واضح تماما.